بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح للشرق أبرز ملامح مشروع القرار المصري السوداني بشان سد النهضة والذي قدمته تونس في مجلس الأمن، مؤكدا بأن المشروع يدعو مصر والسودان وإثيوبيا إلى الاستمرار في التفاوض لمدة 6 أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على أن يكفل الاتفاق قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهربائية وعدم إلحاق ضرر جسيم بدولتي المصب وهما مصر والسودان. وفي آخر ردود الأفعال حول سد النهضة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قضية سد النهضة تتطلب دعما من الأصدقاء والأشقاء، فلا يجوز أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، مضيفا أن مصر تقدر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، ولكن مع ضرورة أن لا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين. السيسي أشار أيضا إلى أن بلاده أصرت على نهج خلال السنوات العشر الماضية مع الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق دولي ملزم. وفي شأن مصري آخر، وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري قرار تركيا بمنع من وصفهم بالهاربين والإخوان من استخدام منصات التواصل الاجتماعي بأنه خطوة إيجابية، مؤكدا بأن العلاقات المصرية القطرية تسير بوتيرة طيبة. شكري أضاف أن هذه السياسة تتفق مع قواعد القانون الدولي، وإذا ما استقرت وكانت مستمرة فسوف تؤدي إلى تطبيع العلاقات واستمرار الاتصالات على مستويات مختلفة لوضع الإطار الأمثل للعلاقات وكيفية استئنافها.